انا النهارده هتكلم باختصار شديد عن التحكيم في لقطتين، التحكيم في مصر يعني في لقطتين. اللقطه الاولى حكم مباراه منتخب السويس والنصر في دوري القسم الثاني، مسك، انا معيش موبايل حقيقة، لكن مسك الموبايل وبص كده عشان يشوف الحاله على الموبايل وبيلغي هدف. والحقيقه عمرنا ما شفناها وليس لها اي علاقه بقوانين كره القدم. ايه الكلام ده يا جماعه؟ ولقطه تانية انا بس مش عايز اطول في هذا الامر، زي ما حضراتكم شايفين كده، خد البتاع وراح بص. انت ما عندكش فار، القسم الثاني كله ما عندوش فار. على الجانب الاخر حكم مساعد شاب اهو امام حضراتكم في مباراه غزل المحله والاسماعيلي، بيلغي هدف للمحله وبيشكر ربنا وبيبوس ايده وشه وظهره بيشكر ربنا عشان الفار مؤيد القرار. لقطتين الحقيقة بيختصروا حال التحكيم في مصر. واحد بيعمل كده ومسك الموبايل وبيبص، والتاني بيبوس ايده وشه وظهر. الحمد لله ان الفار خد القرار معاه. النهارده صدر قرار، اول قرار رسمي من رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا، صدر هذا القرار بإيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر لأجل غير مسمى. قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا إيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر التي أقيمت بالجولة الثانية والعشرين من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز به لأجل غير مسمى. ويضم الطاقم كل من محمد فاروق حكم ساحة، أحمد المأزون وعز الدين جمال مساعدان، وتامر خميس حكم رابع. كما تقرر فتح تحقيق شامل حول واقعة استعانة محمد فاروق حكم المباراة بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة التي أقيمت باستاد السويس الجديد في 3 الجمعة الماضي الموافق 17 من شهر مارس 2023. الحقيقة القرار ده مهم جدا، لأن لأول مرة من زمان جدا نلاقي قرار بعقوبة على حكم بيتم الإعلان عنه من اتحاد الكرة ولجنة الحكام. أنا الحقيقة لن أكون قاسي على الحكم، لكن أنا بشوف إن هي خطوة جيدة، لأن الحكم لازم يطبق القانون، قانون فقط، لا يتأثر بأي جمهور ولا بضغوط. طبق القانون، أنت القاضي العادل في الرياضة أو في كرة القدم، يجب أن تكون أو يجب أن تحكم بمنتهى العدالة ما بين الفريقين اللي موجودين. ما يفرقش معاك مين بيلعب فين، ما يفرقش معاك أهلي ولا غيره ولا زمالك ولا اسماء ولا حد، ادي لكل فريق حقه وخلاص. ربنا ربنا بس، ما تبصش على ألوان. في حكام لما بتخطئ، أنا بكون مع حضراتكم بقول إن الحكام دي بتبقى دي أخطائهم معروفين على فكرة، بتبقى أخطائهم غير مقصودة. وفي حكام مش عارف أقول لحضراتكم، الواحد يعني مش عارف أقولها إزاي، ولكن في النهاية إحنا عندنا حكام كويسين جدا جدا جدا، وعندنا استعداد نقف في ظهرهم، وبالعكس دايما بنقف في ظهرهم، والنادي الأهلي دائما ما يقف خلف التحكيم المصري. ولكن من فضل حضراتكم احكموا بالعدل، ما تفرقش معاك حاجة غير ربنا والقرار اللي بتاخده فقط لا غير.